هو طبعا زي ما اتفقنا وكل مرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضن امرأة ولا يقرب امرأة ولا يضع يده على جسم انثى، كل الكلام ده لا في الحقيقة ولا في الرؤية خالص، فده استحالة. ولكن انا هقول لها على حاجة، انا مش بكدبها في رؤيتها، ولكن بقول لها ان هيجي لها حد، هي مطلقة، هيجي لها حد باذن الله يعني ملتزم اخلاقيا، بما انه بياكلها وحمام، فمعنى كده هترزق منه باناث، بنات هترزق منه ببنات، يعني هتتجوز يعني زي ما بيقولوا. طب يعني ده ومراتك وصلاح يعني مش الرسول طبعا، لان سيدنا الامام ابن سيرين لما كان بيروح له حد يقول له شفت الرسول، يقول له صفه لي، اذا كان في صفه لم تتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لم تراه. فهي بتقول انا ما شفتش الا نور ويد وكم، لازم يبان الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هي تهيأ لها في الحلم يعني حتى يعني تقترن بحد ذو صلاح. طيب وريحه الكعبه واخوها محمد ما كانش هيحصل ده، بس ذكر كلمه دفع في المنام قال له لازم تدفعي كذا عشان تدخلوا، معنى كده ان عليها كفاره، كفارة يمين، كفارة وعد، كفارة هي وهو، لان هما الاثنين ندر عليها ولا عليهم ولا ثاني. وشربها من الحنفية دي زواج، لان الحنفية احنا اتفقنا ان هو الدين والاستقامة، والشرب منها اي ماء فهو زواج. تمام، فهي ان شاء الله لا في عريس، في عريس يا هنا انت مخبية عليا. ايوه مش كده، عادي هالة بقى العسكري خد درس العسكري بتاع